طيب المفروض دلوقتي ان احنا هنستعرض الكلاود او الميزة بتاعت النورديك ثينجي 52، ان انت ازاي بقى تستخدمه في تطبيقات الاي او تي. علشان استخدمه في تطبيقات الاي او تي لازم يبقى فيه اتصال بالانترنت، صح كده؟ فالمفروض ده ناخد الداتا بتاعت السنسورز دي هبعتها على الكلاود، والكلاود هياخد الداتا دي يبعتها للديفايس اللي انا هكنترولو او ايا إن كان انا هتحكم في ايه. فهم مجهزين طريقة للكونكتيفيتي ما بين الابليكيشن والكلاود مشهور اللي هو FTTT. هنضغط على المين مينيو من هنا، بعد كده هنضغط على كلاود، تمام. هتضغط على الانفو بوتون ده، تمام. اهو هو كده دلوقتي بيعرفك بال FTTT، بيقول لك ان هو اختصار ل FZZNZ. الخدمة دي او الموقع ده بيمكنك ان انت تبعت داتا عليه، وبعد كده من خلاله في تطبيقات جاهزة هو بيسميها حاجة بيسميها الابلتس، هنشوفها ان شاء الله لما نتعامل مع الموقع. يبقى احنا الهدف من الجزئية دي ان احنا نبدأ نعمل اتصال بالانترنت، خلاص كده، عن طريق السيرفيس اللي اسمها FTTT. هنا هو بيعرفك الستيبس اللي انت هتمشيها علشان تسجل على، يعني علشان نبدأ نعمل عملية السينكرونيزيشن ما بين الابليكيشن ده وما بين ال FTTT سايت. طيب هنا بيقول لك ادخل على الموقع بتاع fttt.com وانشئ حساب على الموقع، تمام. بعد كده هتسيرش على حاجة اسمها الويب هوكس، وهتبدأ تربطها بمجموعة الابلتس اللي موجودة جاهزة على الموقع، بتحتاج كي علشان تقدر تعمل سينكرونيزيشن، علشان تقدر تعمل كونكشن ما بين الابليكيشن ده وما بين الموقع. فانت محتاج كي علشان الانكريبشن، علشان حتة التشفير، مش اي حد يوصل للكلام ده. بعد كده بتدخل الكي في الابليكيشن بتاعك، وبتبدأ هو مديلك مجموعة من الخصائص الثابتة اللي ممكن تستفيد منها من التطبيق. طبعا هي دي بداية، هما المفروض يحدثوا او يعملوا ديفلوبمنت للابليكيشن بحيث يدعم حاجات اكتر من كده، تمام، ولكن كبداية كويسة. هنبدأ نرجع ندخل على الموقع بتاع fttt.com، تمام. هو ده الموقع. المفروض ان انت بقى بتكريت اكاونت كده، انا خلاص عملت الاكاونت. بعد ما بتخلص على طول بتضغط على السيرش بوتون ده، بعد كده بتكتب في السيرش مسافة ويب هوكس، طبعا نفس الخطوات اللي هو قايلها لك. اول ما بتكتب اصلا كده بيظهر لك الويب هوكس، هو ده الويب هوكس، تضغط عليه بيطلع لك الويب هوكس. الويب هوكس ده عبارة عن اداة بتمكنك ان انت تعمل اتصال ما بين التطبيق بتاعك او الابليكيشن بتاعك اللي على الموبايل اللي اصلا بيستخدم الطريقة دي، تمام، بالسيرفر بتاعهم. فبعد ما بنعمل كده على طول المفروض ان احنا بنضغط على كلمة documentation اللي فوق دي، هيفتح لك بيج. البيج دي زي ما انت شايف فيها الكي، your key is، ده الكي اللي انت هتحطه في الابليكيشن بتاع النورديك ثينجي، تمام. هتلاقي هنا هو بيعرفك شوية حاجات بلغة ال HTML، بيقولك ان في values تقدر ان انت تبعتها من الابليكيشن بتاعك على السيرفر وتبدأ ان انت تقراها على السيرفر، وممكن ان انت تبعتها لديفايس تاني شغال بنفس السيرفز، تمام. كل اللي هنعمله هننسخ الكي ده، ايوه عملنا كوبي للكي. المفروض ان انت بعد كده تدخله في الابليكيشن، تمام. هنضغط على المين مينيو، بعد كده نضغط على كلاود، هيظهر لك الشاشة اللي انت شايفها بتتقسم لثلاث مستطيلات رئيسية. اول حاجة الفيتشر كنترول، ودي من خلالها بتقدر تعمل حاجات محددة هو عاملها في الابليكيشن بتاعه، وتقدر تعدل عليها لان عندك الاس دي كي، ممكن تعدل على الحاجات دي والقرايات بتاعة السنسور اللي يبعتها تخليها اكتر من كده. هو بيخليك تقدر تبعت التمبريتشر، درجة الحرارة، البريشر، الضغط، البورونستيت اللي موجود على اللوجو بتاع النورديك ثينجي. بعد كده الفيتشر انفو بيقول لك هنا اللي حصل اتصال، لما بيحصل اتصال بالسيرفر بيعرض لك الديرة بتاعة السنسورز في الجزئية بتاعة الفيتشر انفو. الديرة ستاتيستيكس دي بيعرض فيها كمية البيانات اللي عملها ابلودد او داونلودد على السيرفر، تمام. كل اللي انت محتاج اضغط هنا، هتضغط هنا بالظبط، وبعد كده هتضغط على add edit fttt token،
بعد كده هتشيل الكلير توكن ده، هتضغط عليها هيبدأ يفعل لك التاب ده، هتعمل بيست للكي اللي احنا خدناه من على الويب هوك وتقول له confirm. خلاص احنا كده ربطنا البرنامج ده او ربطنا الابليكيشن ده بالويب هوكس او الاداة اللي اسمها ويب هوكس اللي موجودة في السيرفر بتاع ال FTTT. هنبدأ نفعل، خلاص كده هيديني ان انا متاح عندي ان انا افعل الفيتشر. زي ما انا شايف تحت في الفيتشر انفو بدأ يظهر لي درجة الحرارة على السيرفر. خلاص طيب انا مش عايز درجة الحرارة ولا البريشر، انا اللي يهمني ان اعمل حاجة بالبورن ستيت، ممكن ان انا اكتف بيها لايت، اعمل بيها اي حاجة. هبدأ ارجع تاني. المفروض ان انت بقى بعد كده تنزل الابليكيشن بتاع ال FTTT من الجوجل بلاي. بعد ما تنزل الابليكيشن هتلاقيه بالمنظر ده، هيفتح لك على المين سكرين كده. هتبدأ نفس الكلام تسيرش على الويب هوكس، او خلينا نسيرش ميكر ويب هوكس. اهي موجودة تحت اهي الويب هوكس. طبعا انت لسه ضاغط على الديكيمنتيشن بتاعها وخدت الكي منها، تمام كده. كل اللي هتعمله هتضغط نيو ابلت. خلاص زي ما انت شايف بدأ يفهمك ايه هو مفهوم if this then that. this اللي هو ايه اللي هيحصل، ايه الكونديشن اللي هيحصل، ايه الشرط اللي هيحصل. الشرط اللي هيحصل اضغط على علامة الزائد دي علشان اختار الشرط. اهو هتختاره من الويب هوكس، هتضغط على الويب هوكس هيقول لك receive a web request. الويب ريكوست ده هيجيلي منين؟ من الابليكيشن. طيب الايفنت نيم، هجيب الايفنت نيم ده منين؟ هرجع تاني للابليكيشن، هتروح للكلاود، هتجيب الايفنت نيم من تحت البورون ستيت زي ما انت شايف ايفنت نيم بورون اندرسكور بريس. فهو ده الايفنت نيم اللي انا هكتبه، لان هو ده اللي انا عايز اعمله. لو انا كنت عايز اعرض درجة الحرارة يبقى اخد الايفنت نيم بتاع درجة الحرارة اللي فوق اللي هو التمبريتشر اندرسكور ابديت، وهكذا. افتح الابليكيشن مرة تانية واديله الايفنت اللي هيحصل او اسم الايفنت بورون اندرسكور بريس. خلاص بعد كده هضغط على علامة الصح اللي فوق دي، يبقى انا كده حددت الزس. طيب الذات بقى ايه اللي هيحصل؟ انا عايز اعمل نوتيفيكيشن، فهبحث في السيرش هنا على نوتيفيكيشن، اهو هظهر لك نوتيفيكيشن هتضغط عليها. عايز انشئ نوتيفيكيشن طبعا باستخدام الاب، لو انت مش هتستخدم الاب او الابليكيشن ده بتاع ال FTTT مش هيظهر لك نوتيفيكيشن، لان النوتيفيكيشن بتيجي عن طريق الاب. هضغط هنا على send a notification from FTTT app. ده نص النوتيفيكيشن اللي هيظهر. المفروض ان انت لما تضغط على الستيت بتاعت البوتون الستيت بتاعته هتتغير، فيقوم يظهر الرسالة دي كنوتيفيكيشن في النوتيفيكيشن بار بتاع الموبايل بتاعك. هتقول له مثلا، طبعا في حاجة اسمها ingredient. الingredient الفاليوز اللي بتتبعت لك من الابليكيشن بتاعك، ممكن مثلا تقول له value 1 وبعد كده value 2 وبعد كده مثلا value 3، والزمن او الوقت والتاريخ اللي حصل فيه اللي هو الاوكيرات. طيب بعد كده بتضغط علامة الصح، ايه الفاليو 1 والفاليو 2 والفاليو 3 اللي قلنا عليهم. الابليكيشن بيبعت 3 قيم اللي هو انت ضغطت على البوتون مقدار قد ايه بالوقت، تمام كده. واسم الفاليو 1 دي بتبقى اسم النورديك ثينجي، تمام. هنشوف الفاليوز دي لما ننفذ. بعد كده تضغط علامة الصح عشان تسيف الكلام ده. انت كده خلصت الابلت بتاعتك او الابليكيشن بتاعك اللي على السيرفيس دي، بتقول له فينيش. بعد ما بتخلص بيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده، اف ميكر ايفنت اللي هو البوتون بريس زين سند ا نوتيفيكيشن فروم ذا اي اف تي 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 اب، اهو معمول له اون. لو انت عايز تعملها دي اكتيفيت بتضغط عليها. خلاص احنا كده عملنا اون، ارجع تمام. اه هي الوحيدة اللي معمول لها اون. اتأكد ان انت الابلت الوحيدة اللي شغالة اللي انت شغال عليها دلوقتي، عشان عملت ابلتس قبل كده، فخلينا في بتاعت دلوقتي. طيب المفروض ان انا دلوقتي لما اضغط على النورديك ثينجي على الزرار بتاعها، ايه اللي يحصل؟ يجيلي نوتيفيكيشن في البوتون بريست. ابدأ ان انا اضغط اهو،
كده ضغطت ضغطة، طبعا بستنى علشان الريسبونس بياخد وقت شوية. زي ما انت شايف النوتيفيكيشن وصلت اهي، ابدأ اشوف النوتيفيكيشن اهو بورهم بريزد، او الفاليو واحد بتاعت اسم النورديك ثينجي زي ما انت شايف اللي هي اعرف. تاني فاليو عدد الثواني اللي انا ضغطت فيها على الزرار، حطيت ايدي وشلت ايدي بعد قد ايه. بعد كده التايم والديت، التاريخ والوقت، نفس الكلام اكرره تاني وافضل ضاغط شوية. فضلت ضاغط شوية مثلا اهو وشلت ايدي، بعدها انا منتظر النوتيفيكيشن او زي ما انت شايف دي النوتيفيكيشن اللي بعدها بوتون بريزد 2:29 ثانية. تمام، بكده يبقى انت عملت ابلكيشن بيجيب لك نوتيفيكيشن على الموبايل لما تضغط على البوتون اللي موجود على النورديك ثينجي. طبعا ممكن بعد كده تشتري سمارت واي فاي زي من شركة مثلا دي لينك، وتبدأ ان انت تربطه مع ال FTTT وتوصل بيه الديفايس بتاعك اللي ياخد الريكوست من على السيرفر بتاع ال FTTT ويبدأ يشغل لمبة، او هتلاقوا في فيديو في الديسكريبشن بيعمل نفس الطريقة دي. احنا عملنا حاجة بسيطة كده، طبعا في مجموعة من الابلتس كتيرة جدا ممكن ان انت تستخدمها، في ابلتس كتيره ليها ابلكيشنز كتيره جدا وليها ديفايسز كتيره تقدر تدعمها، ممكن ان انت تشوفها مع نفسك بعد كده. بكده نكون انتهينا من الجزء بتاع المراجعه بتاع السنسور كيت. السنسور كيت لسه الابلكيشن بتاعها مش كامل، مفيش فيه مميزات كتير، لسه هيعملوا له ابديت. زي ما قلنا في ميزه الاون زير ابديت، هتبدا ان انت تحدث السنسور كيت بتاعتك اهو، الكونفيجريشن الفيرموير فيرجن 1.1.0. ممكن بعد كده لو نزل فيرموير جديدة هتلاقي ليها ابديت وهتحسن من مستوى الابليكيشن وهتخليه يدعم كلاودز اخرى وتطبيقات تانية. طبعا في السنسور كيت بس بينقصها، او الحاجات برضو اللي هي اللي تنقص السنسور كيت، ان هو مفيش عندك اي انديكيشن بيوري لك حاله البطاريه بتاعتك قد ايه، او نسبه شحن البطاريه بتاعتك قد ايه، وما بتبقاش عارف هي فولي تشارجد ولا لا. لما بتشحنها للاخر ما بتبقاش عارف، مفيش اي انديكيشن بيدي لك ان هي مشحونه للاخر ولا لا. فدي طبعا برضو من الحاجات اللي المفروض تتحسن في الفيرجنز التانية اللي هتنزل من نورديك ثينجي. ممكن كمان يضيفوا شاشه هنا مثلا يبقى عليها الستيت بتاعت البطاريه، وكمان ممكن تعرف منها مثلا درجة الحرارة او الوقت او يعني، بحيث ان انت ممكن كمان تستخدم النورديك ثينجي من غير الموبايل. يعني ممكن تستخدمها ان انت بس تشوف قرايات او ريدنجز بتاعت السنسورز بتاعتك من غير ما تحتاج للموبايل. طبعا الموبايل هنا الديفايس اللي هتوصل النورديك ثينجي بالانترنت زي الراوتر في الواي فاي اي او تي. تمام، بكده تكون انتهت الحلقة. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.